بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الانصاري فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه واله قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علي برسول الله بعد فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال اني اجد في بطن الزوف فقلت اعوذك بالله ابدا من الزوف فقال يا فاطمة اتيني بالكسار يماني واتيني به فاتيته بالكسار يماني واتيته به وصرت انظر اليه واذا وجهه مثل له كانه البدر في ليلته تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت الا ساعتهم اذا بولد الاحسان قد امر السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمعت فؤادي فقال يا امه اني اشم عندك رائحه طيبه كانها رائحه جد رسول الله صلى الله عليه واله فقلت نعم ان جدك تعد الكساء فامل الاسد نعم الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله تعذرني ان اقول معك تعد الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي يا صاحب امزق فتزد لك فدخل معه تعد الكساء. اللهم صل على محمد وعلى وما كانت الا ساعتها ويزا من ولدي الحسين قد امر والسلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا ولدي قرة عيني وسمرت فؤادي فقال لي يا امه اني شمتك رائحه طيبه كانها رائحه جد رسول الله صلى الله عليه واله فقلت نعم ان جدك وخالد عهد الكساء وذل الحسين نار والكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك من اختار الله وتعذرني ان اكون معك وتعد الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي يا شافي امتي قد ازلت لك فدخل معهما تعد الكساء. اللهم صل على محمد. فاقبل ان ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب قال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا ابا الحسن يا امير المؤمنين فقال يا فاطمة إني شم عندك رائحة طيبة كان رأيته من عند رسول الله فقلت له وما ولديك تعد الكساء وأنبلني يمنى والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذرني أن أكون معكم تعد الكساء قال له عليك السلام يا أخي يا وسيم وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تعد الكساء. اللهم صل على محمد. ثم اعطيت له الكساء وقلت السلام عليك يا ابت يا رسول الله تعذرني ان اكون معكم تعد الكساء قال له قال وعليك السلام يا بنتي يا بلدي قد اذنت لك فدخلت تعد الكساء. اللهم صل على محمد وعلى فلما انتظر جميعا تعد الكساء فزاد رسول الله بطرف الكساء ومر يده اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وعمتي نفسهم لحمي دمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم يعذرني ما يعذرهم وانا عرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم معذوب لمن عداهم ومحب لمن احبهم منهم مني وانا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واجب الامور السوء طهرهم الطاهرين.